طول ان هو بيتكلم على الفرقه المهاجمين والمحضرين بشكل كويس. احنا عامه احنا كفرقه مع الجهاز الفني طبعا بنحضر للفرقه كلها، بنتفرج على الفرقه كلها. الفتره اللي فاتت يعني بعد الماتش اللي فات احنا بنستعد للمباراه بشكل كويس، احنا بنحضر للفرقه كلها عامه، بنحترمها بشكل كويس. اي فرقه كبيره صغيره طبعا، هالفرقه طبعا الفرقه الكبيره بتلعب بشكل مختلف زي ما كنت شايف، واحنا كلنا محضرين. احنا كفرقه بنتفرج، كل واحد بيتفرج على الناس اللي بتلعب قدامه، كل واحد بيتفرج على المكان الفراوده او الهافات او نص الملعب. بس احنا عامه في الاول وفي الاخر بنتفرج على كتيم واحد كفرقه، واحنا الفتره اللي فاتت دي اشتغلنا بشكل كويس مع الجهاز الفني، واحنا ان شاء الله جاهزين بكره المباراه. اكيد طبعا لما تيجي تلعب قدام نجوم كبار طبعا في اي فرقه لازم تعملهم تتحضر بشكل كويس وتركز بشكل كويس. هو في الاول وفي الاخر هو ده شغلنا وده شغلي انا. اي فرقه من نيجي لعيبه كبيره صغيره، اسامي كبيره اسامي صغيره، لازم يكون نفس التحضير نفس التركيز. هي الفرقه بتاعتنا فرقه الاهلي والجهاز وكله، احنا بندي كل الفرق نفس التركيز ونفس التحضير، عشان في الاول وفي الاخر ما احترمش الفرقه ممكن تتغلب منها. عشان كده احنا فرق صغيره بالنسبه لنا بنركز اكتر من فرق كبيره. وفرق طبعا البرازيل اللي هنلعبها بكره اكيد طبعا فرقه كبيره، عندهم اسامي كبيره وفرقه منظمه جدا وبتلعب بشكل مختلف. هنحضر نفس التحضير ويكون اكتر ان شاء الله من الماتش اللي فات، عشان عايزين ان شاء الله نوصل للنهائي. انت شانيف ايه؟ انت طلعت بعد المباراه صارت ضربه جزاء وكنت سبب في الدقه. لا انا خلاص الماتش خلص، فكر في الماتش بعد الاطوبه.